ممكن احضر حفله ريمو. شوف قد ايه انا كيرنج. السؤال ده محرج جدا. لا ماجيك وان طبعا طبعا. اسحر بقى اي حاجه قدامي. لا مطعم طبعا ناكل كده. لا حفلات ريمو ممكن احضر حفلات ريمو. لا سلكان وما ترقاش طبعا. عايزه انام. انام كويس. انا كان نفسي حاجات كتير قوي عامه. فيلم كان نفسي اشارك فيه لا تراجع ولا استسلام. دور لا شخصيه مع يعني ابقى شخصيه مش من اللي موجودين بس شخصيتي تتضاف. كنت احب قوي ابقى صديقه حزنقوم. وبرده فيلم كده رضا كان نفسي قوي. ده من اكتر افلام اللي بحبها. حاجه لا مفيش ما بفكرش قوي ان انا اغير الحاجات. باخدها زي ما هي كده وبعملها وبحاول اعمل احسن حاجه عندي وخلاص. حسيت ان هبه في سبع جار جريئه عني وما عندهاش ما بتخافش. فكان نفسي قوي ان انا يعني امتص الحته دي من عندها. حاجه نفسي المخرجين يبطلوا يعملوها ان هما بيحتاجوا بريك. خدوا بريك يعني في النص بيبقى المخرج كده فببقى نفسي ان هما ياخدوا بريك. شوف قد ايه انا كيرنج. ها لا ده رد ذكي على السؤال. ما عشان هو ياخد بريك واحنا ناخد بريك برضو. او اكشلي لا بس انا كده اللي هو نخش في مواضيع تانية خالص. حاسه ان هو اللي احنا بيبقى نفسنا هو الانتاج يعني ناخد بريك في النص والبريك يبقى طويل. محدش هيجيبني في شغل تاني ولا ايه؟ We were on a break. ما كانش والله انا عارفه ان ده كليشيه جدا بس انا ما كانش نفسي ابقى في اي حته غير هنا معاكم. كل الردود دبلوماسية. قلبي معاك ده حقيقي. اكتر حاجه ممكن تقفلني عدم الصراحه. انا ده بالنسبه لي ديل بريكر. اغرب ديت انا بصراحه يعني عمري قوي ما روحت ديت يعني عمري ما حد جه قال لي هخرجك اكلك اي حاجه. السؤال ده محرج جدا. اصل نفسي بقى الديت ده اصل هو زي الافلام الامريكاني كده حد يقوم عامل بقى قصه كده وبعدين يقول لي ممكن اخدك في ديت كده وانزل بقى ديت بقى ويعزمني بقى مره بقى حد يعزمني. وهتقبل عادي ان حد يعزمني على الاكل. افعال ولا اقوال؟ ليه مش الاثنين؟ يعني ماشي لو هختار حاجه واحده لا الافعال طبعا يعني الكلام. عامل ايه بالكلام؟ شكرا يعني. يبقى ممكن شويه كلام مفيش مشكله بس الافعال هي الاهم. الاهم صفه هي طبعا غير الصدق يعني الصدق دي حته مهمه. اكتر حاجه ان هو يكون عارف نفسه كده ايه وسالك مع نفسه. ده بالنسبه لي هو ده الانسان عارف نفسه مش لسه بقى اللي هو هقول له انت كذا 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 وهو لسه بقى يعني ما اكتشفش الموضوع يعني خلاص بقى. لان يعني وحد بيشتغل على نفسه بالنسبه لي ده دي صفه مهمه جدا. اعترافات يا نهار اسود ربنا يسترها. اوكي شكلي فيري ايفن. اوكي ماشي يلا. اكتر حاجه غريبه عملتها قدام حد مشهور ما عنديش للاسف ذكريات مع اي حد مشهور. يعني يمكن الحاجه المحرجه هي ان انا طلبت من حد ان انا اتصور معاه. بتبقى بس اللي هو ايه يعني هما بيبقوا المفروض بقى ان يعني مش هتصرف يعني التصرف يعني ما اعرفش ما عنديش. كان مثلا دوري اكون على المسرح في وقت معين فتاخرت. الحاجات دي بتبقى الواحد ما بيكونش عايز يفتكرها اصلا. اغرب عاده انا باكل لب كتير جدا وباخده معايا في كل حته. دلوقتي الصراحه لا والله عشان بعزل بقى ففي الدنيا ملخبطه شويه بس يعني لا اللي هو في المهرجانات بقى في المطار والطياره وكده. عشان اللب ده هقول لك هو انا يعني اللب كان نقطه تحول في حياتي اكتشفته يعني اكيد عارفه اللب طول حياتي بس قصدي كان في بقى لحظه فيها توتر قوي وكانت فتره مش سهله عليا وبعدين اكتشفت ان اللب انا مثلا ممكن اقول حصل لي كذا ورحت كذا ومش عارف ايه بس وانا باكل لب هنضي كده وبعدين فبتهدي كده. والتال ويل اوبن هير تو بول تي سايز ان. راح نفتح ثقبين كده هنا
ونعمل عروه يمين وعروه شمال. في قصه حب معلمه. ايوه.